السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح أعلمكم بند تحويل من if إلى unless وبالعكس. طبعا ال if أو provided that تكون مثبتة أو سوري تكون منفية، وبالمقابل ال unless تكون مثبتة ودائما. طبعا التحويل يكون حسب الفعل الموجود، بمعنى هاي if وهاي unless. طبعا if أو provided that، إذا كانت ال if منفية ب doesn't زائد مجرد، لما نحول ل unless بصير عندنا اللي هو تصريف أول مضاف إليه s أو es. بمعنى إذا طلب مني من if ل unless بحذف doesn't والمجرد بضيف له s أو es، والعكس صحيح. إن كان عندي ب unless فيها تصريف أول مضاف له s أو es، بالتالي برجعه لمجرد وبحكي قبله أو بحط قبله doesn't. إذا كان عندنا don't plus مجرد، نحذف don't ومنحول المجرد لتصريف أول، والعكس صحيح. إن كان عندي تصريف أول بال unless، لما نحول ل if بنرجعه لأول، بنرجعه لمجرد ومنحط قبله don't. وإذا كان عندي didn't زائد مجرد، نحذف didn't ومنحول الفعل لتصريف ثاني. أو إذا كان عندي بال unless تصريف ثاني، بنرجعه لمجرد ومنحط قبله didn't. وآخر شيء، إن كان عندي أي فعل مساعد منفي، فيصبح عندي في ال unless أي فعل مساعد مثبت. بمعنى إن كان عندي isn't تصبح is، إن كان عندي aren't تصبح are، إن كان عندي wasn't تصبح was، بالعكس صحيح. وهكذا مثال provided that he doesn't come on time he will be late unless. طبعا هنا مطلوب تحويل من provided that إلى unless. ننزل he، نحذف doesn't ونحول الفعل الذي بعدها لتصريف أول بأس، unless he comes on time he will be late. Unless she finished, she would be angry. Provided that. هنا المطلوب التحويل من unless إلى if، وهي provided that. ننزل she finished عبارة عن تصريف ثاني، بالتالي في التصريف الثاني قلنا نرجعها إلى مجرد ونضع قبلها didn't. Provided that she didn't finish she would be angry. If he isn't at home he won't know the news. Unless. إذن إن طلب مني من if ل unless وكان فيها فعل مساعد منفي غير don't doesn't didn't، ننزل ال he isn't تصبح is، at home he won't know the news. مثال آخر I will go with you unless I finish late provided that. طبعا ال unless جاءت في الوسط وارتبطت بفعل تصريف أول بدون s أو es، بالتالي نرجعه إلى مجرد ونضع قبله don't، فتصبح provided that I don't finish late I will go with you. مثال آخر if you aren't happy I will be very upset unless.
هنا أعطاني بالإف أرنت، وأرنت مثبتها هو R، فتصبح unless you are happy I will be very upset. وهكذا يتم الدرس، إن شاء الله تكونوا فهمتوا، وشكرا لكم.